وصفت مصر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن أحداث فض اعتصامي ربع ونهضة بالسلبية والمتحيز، وقالت إنه تجاهل العمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره منذ يونيو 2013 وحتى الآن. وفي بيان أصدرته هيئة الاستعلامات للرد على ادعاءات المنظمة، قالت الهيئة إن الحكومة المصرية لم تفاجأ بالتقرير في ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة والنهج الذي دأبت على اتباعه، وأنها رفضت أو ترفض التقرير وتنتقد عدم حياديته. كانت المنظمة قالت في تقريرها إن قوات الأمن عمدت إلى استخدام القوة المفرطة والقتل العمدي للمتظاهرين، بما شكل انتهاكا للقانون الدولي على حسب ما جاء في تقريرها. هاتفيا ينضم إلينا الأستاذ صلاح سليمان، الخبير الحقوقي والمحامي بالنقد. أستاذ صلاح، يعني بداية، تقرير لجنة تقاصي الحقائق، هل نتوقع منه أو المزيد من التفاصيل أم إنه تقرير نهائي؟ لا، هو تقرير نهائي، لكن تتوقعي مزيد من الدبيت أو من الحوار أو الجدل حوله. التقرير زي ما وصفته الهيئة العامة للاستعلامات، التقرير اللي جاي عشان حضرتك، تقرير غير محايد. لا، اعتذر على المقاطعة أستاذ صلاح، ولكن أتحدث عن تقرير لجنة تقصي الحقائق في البداية قبل تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش. تقرير لجنة لسه شغالة، لجنة ما خلصتش تقريرها. لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي الدولي أستاذ الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض ما زالت تعمل في التقرير حتى الآن، وهتكمل طبعا لغاية ما تطلع تقريرها. دي لجنة مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية لتقصي الحقائق حول الأحداث في فض ربع والنهضة وما تلاها، ويرأسها قاضي جليل مشهور ومعروف عنه نزاهته وحياديته والتزامه بالقوانين والمعايير الدولية، وكان قاضي في المحكمة الجنائية الدولية، وحد يعني أستاذنا كلنا الأستاذ الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، وشغال فيه أعتقد يعني معاه مجموعة ممتازة يعني. تمام. طيب، هل هذا التقرير بمحتواه أو بفحواه يمكننا من يعني إسكات ما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش والرد على ما جاء به من نقاط سلبية؟ شوف يا أستاذ، أولا في عجالة شديدة عشان أقدر الوقت، التقرير بالمصري كده بالبلدي بتاعنا ده تقرير مدفوع الأجر، يعني معمول تفصيل كده مدفوع الأجر. النتيجة أنا بقول ده على مسؤوليتي، وأتحدى أن يناظرني أو يقاضيني حد من الوطن، وعلى المكان اللي اختاروه، الزمان اللي اختاروه أمام المشاهدين كلهم، على استعداد لمناظرتهم حقوقيا. تمام. بالكلمة يعني حوالين هذا التقرير الذي من محتواه نكذبهم. هم شخصيا بيقولوا أن مثلا على سبيل المثال أحد الطرف اللي في التقرير يعني اللي هتعجبكم جدا أنتوا السادة المشاهدين، يعني أن على لسان أحد الشهود إن هو كان ماشي ورافع إيديه، ومع ذلك قامت قوات الشرطة بتسخير أسلحتها وإطلاق الرصاص فأصابت اللي جنبه في رأسه. واخد بال حضرتك؟ ضربت واحد جنبيه بالرصاص فين؟ في دماغه. نعم. فطلب اللي ضرب بالرصاص في دماغه ده، طلب من قوات الأمن أن تسمح له بالدخول ليموت في الميدان، فسمحت له القوات بذلك. دي شهادة مستشهدين بيها في التقرير بتاعهم. يعني أنا ممكن نرد عليها نقول إيه؟ شهادة تانية بتقول أحد المعتصمات ودخلت أحد المباني الساعة 8 الصبح هربا من الغاز، خرجت الساعة 10، ده الكلام اللي مكتوب في التقرير في صفحة 6 في عنوان تحت عنوان الخلفية العامة للتقرير. بتقول إن دخلت الساعة 8، خرجت الساعة 10 الصبح، لقيت كل الخيام مشتركة، وهذا الأمر يعني فعلا التقرير بها الكثير من النقاط التي يمكن تفندها لإثبات وجهة النظر التي تؤكد كذب يعني أنه يعني كما ذكرت يعني سلبي أو مدفوع الأجر. بشكر وجود حضرتك معنا الأستاذ صلاح سليمان، الخبير الحقوقي والمحامي بالنقد، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.